يا ساحر المقلتين والجيد وقاتلي منك بالمواعيد توعدني الوصل ثم تخلفني ويلا يا من خلفك موعود مولاي.
أجدت يا ذات الخال، أجدت. يسعدني أنك سررت بغناء هذا يا مولاي، فسماع كلماتك هذه أثمن بكثير من ارتداء الجواهر. ما بك يا مولاي؟ هل تسمح لي بالجلوس عند قدميك يا مولاي؟ تجيش المشاعر في حضرة الرجولة، لكن مولاي حزين، أريد أن أروح عنه. هذا ما تفعلينه عندما تغنين. فقط عندما أغني كنت أتمنى وأحلم أن أمتلك كل ما يسعدك ويخفف عنك يا مولاي، ويجعل الحياة بعينك تستحق أن تعيشها بسعادة لا تفارقك أبدا. وصلناك بألف درهم. الوصل ليس بالمال دائما يا مولاي. كل يوم أعد له نفسي، ولا أدري إن كان سيأتي أم لا. اهدأ يا مولاتي، إنها أعباء الخلافة. بل النساء، النساء اللواتي تقاسمنني إياه. لما تتركينه لغيرك يا مولاتي؟ وماذا أفعل يا فاطمة؟ ماذا أفعل؟ أنا زبيدة، زبيدة ابنة جعفر المنصور، أخرج كي أجلب زوجي إلى مخدعي؟ من أجل هذا يجب أن لا تشغله عنك امرأة، لأنك السيدة هنا وابنة عمه والأقرب إلى قلبه وروحه. ولكنه يتفلت من بين يديه، ربما أخطأت، ربما لم أقدر، ربما لم أستطع الحفاظ على قلبه وروحه، ربما. لكن الأهم الآن يا فاطمة هو ولدي الأمين، أريده على كرسي العرش، وكل شيء بعد ذلك لا قيمة له. لا تقلق يا مولاي، الفضل سينهي أمره. لو أننا أرسلنا جيش عبد الملك بن صالح لأنهى الأمر سريعا يا مولاي. ولكن الفضل قائد جيش في هذه الدولة، وهذه فتنة في خاصرة الدولة، إن امتدت أقلقت استقرارنا، واعتقد الآخرون أنهم غير أمينين في حاضرتنا. الفضل يا مولاي سيكون عند حسن ظنك إن شاء الله، وسيأتيك بأبي عصمة دليلا لتوقع به أشد العقاب. سنرى ما تؤول إليه الأمور. طاب يومك يا أميرتي. كيف أنت يا جعفر؟ إن كانت أميرتي بخير فأنا بخير. إذن لا شيء فيك يتغير حتى ولو طال البعد. الراسخ في القلب لا يغيره البعد ولا الزمن. هذا ما تجيده، معسول الكلام. في كلامك هذا ظلم لي سيدتي. الأيام ستثبت إن كنت قد ظلمتك أم لا. أي عقل يا مولاتي؟ أي عقل بعد كل هذه السنين لم تدركي مقدار حبي لك؟
أحياناً كثرة الكلام تفقده معناه، وأنت لم تعد تجيد شيئاً إلا الكلام، وكأنك نسيت أن هناك شيئاً يجب أن تفعله لا أن تقوله. إن شئت طلبتك اليوم من الرشيد، اليوم. أريد أن تختبرا بعضكما لغة وأدبا. ابدأ يا أبا سعيد. أمر مولاي. ماذا كان يعني قول الراعي النميري؟ قتل ابن عفان الخليفة محرما ودعا فلم أرى مثله مخذولا. أهذا ما لديك؟ أجب يا معلمي. قد كان محرما بالحج يا مولاي، وأي شيء في هذا؟ وهل هناك معنى آخر؟ إذن ماذا كان يعني قول القائل قتلوا كسرى بليل محرما فتولى لم يمتع بكفن؟ هل كان كسرى محرما يطوف بالكعبة؟ إذن دعني أعلمك وخذها عني يا كسائي. قول الراعي النميري في عثمان رضي الله عنه أنه كان محرما أي أنه في حرمة الإسلام، لأن الأيام لم تكن أيام حج. وقيل مسلم محرم أي أنه لم يحل من نفسه شيئا يوجب القتل، وهكذا كان عثمان. أما قول القائل في كسرى أنه كان محرما أي أنه كان في حرمة العهد الذي كان في عنق أصحابه ولم يرعى ذلك من قتله. صدقت يا أبا سعيد، لقد غاب المعنى عن بالي. بارك الله بكما، فبأمثالكم لا أخشى على موروث هذه الأمة ولا على اللغة العربية من الضياع. هذا الخال فيه مكمن سر جمالك. إذا كان الخال وصاحبته قد نالوا من قلبك فهذه هي لحظتك يا مولاي، وعليك المضي بالأمر. إنك تخيفينني بوقاحتك هذه يا امرأة. بل إنني أقربك إلى عالمي يا مولاي، هناك ستارة ما أن ترفعها حتى ترى الفردوس يمتد أمام ناظريك. لن تستطيع الهروب مني. إنك مجنونة، يمكنك أن تفعلي أي شيء. وهل تظنني حقا مجنونة يا مولاي؟ أتسألينني حقا؟ أؤكد لك أنك أكثر من مجنونة بكثير. إلى أين يا مولاي؟ إلى الفردوس. إن كنت تظنين أنك صاحبة الخال الوحيدة فليكن في علمك أنني قابلت الكثير من ذوات الخال. ابقى معي، ابقى معي يا مولاي أرجوك. ذات الخال لا مكان ثابت في هذا العالم إلا القبر. مولاي قل ما لديك. لقد تأخر خراج مصر يا مولاي. وماذا أيضا؟ لا شيء يذكر. لا شيء يذكر. والأعطيات؟ أجل يا مولاي، أعطياته
آل موسى الهادي تتأخر أيضا يا مولاي. يا ابن الربيع، تذكر أن كل شيء يذكر. أمر مولاي، ولكن غادر. هارون، أخفتك؟ لا يا مولاي، ولكن مجيئك في هذه الساعة لم يسمح لي بغسل وجهي وتسريح شعري حتى ملابسي. عندما أراك تخطر في بالي أكثر المشاعر حميمية. كيفما كنت، أنت الأجمل والأفضل. لمقامك الرفيع يا مولاي، هل تأذن لي بتبديل ثيابي؟ لن يطول مكوثي هنا. جئت لأراك كما أنت، ولكي أصحح بعض الأوضاع الظالمة التي وقعت بها. أشعر بالذنب لتركك مهجورة تعانين الوحدة. أشكرك يا مولاي. هارون، نادني هارون. يا هارون، وأنت أيها الخال، هل ما زلت سر جمالي؟ أم أصبحت موضع سخرية لهارون؟ كان هارون معجبا بك فسأحرمه متعة النظر إليك، وإن كنت موضع سخريته فأنت لا تستحق أن تكون على وجهي. سأذيلك وأنتقم منك يا هارون. سأنتقم منك يا هارون. لماذا تأخر خراج الكنانة؟ تأخر الخراج يعني أن الأعطيات تأخرت، وهذا يعني أن هناك ريبة وشك في والينا على مصر. هل لديه عذر يا أبا الفضل؟ يقول يا مولاي
إن المياه فاضت على أراضي الفلاحين فأغرقت حرثها وزرعها. يقول والرشيد لا يعلم أي شيء. الناس في ضيق والرشيد لا يعلم. ماذا سأقول لله يوم القيامة؟ أنني لم أكن أعلم لأن البرمكي لم يخبرني. لم أرد أن أعكر صفوك يا مولاي. تعكر ماذا؟ تعكر صفو يا يحيى؟ والناس ذهبت أرزاقها وأنت تكتم عني؟ يحيى مولاي، أريد بريد الأمصار والأقطار فور وصولها. سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين. هي كيف أصبحت الآن؟ كما ترى يا سيدي، إنها لا تكاد تصحو حتى تغرق مرة أخرى في غيبوبة وسبات. إني أنظف جيداً. أنظف يا سيد. دعي عنك كل هذا يا ضياء، ارتاحي الآن، ارتاحي. سأعود في المساء، إذا استجد طارئ فأرسلي إليه. يا لشجاعتك يا أبا عصمة، تهزم بمعركة صغيرة وتريد أن تكون قائد جيوش ابن الهادي؟ أنا صاحب دعوة حق، ولست مثلكم يا بني برمك، تتلونون بألف لون كالحرباء. هذا من أجل تشفيك بأبي حين كان سجين الهادي، وهذه تستحق أيضا. لولو أن الخليفة يريدك حيا لجعلت هذا السيف يتمكن منك. لم يبقى إلا أن يوبخك أمام الناس. لم أكن في موضع رد يا جعفر. كنت أود لو أرد عليه وأقول له: ما شأنك أنت والخراج طالما أننا نحن من يدير شؤون الدولة؟ إياك ثم إياك يا جعفر، فللرشيد غضبة إذا ما غضبها أهلكنا جميعا. ومتى هذه الغضبة يا أبتي؟ متى؟ أن يغضب، وسأطلب منه أن يزوجني العباسة. فلتنس أمر العباسة يا جعفر. أو تخاف الرشيد يا أبتي؟ أتخافه؟ من مثل الرشيد تخافه الناس؟ مولاي الفضل على مشارف بغداد مع أبي عصمة. هيا يا جعفر. حنين الهوى تعب يستخفه الطرب، حميل الهوى تعب يستخفه الطرب، تضحكنا لاهية والمحب ينتحب، تضحكنا لاهية والمحب ينتحب. حامل الهوى تعب. سيدتي هيا تابعي. سيدتي إن لك صوتا جميلا يا شعوانة، أين كنت تخبئين نفسك؟ فقط كنت أردد أغنيتك. ستغنين أمام زبائن الحانة. لا أرجوك سيدتي، لا أريد الغناء أبدا. لما لا يا شعوانة؟ آه يا أحمد، آه
إلى متى ستبقى مسكونا بهذا الخوف والتردد؟ أما آن لك أن تفعل شيئا؟ اكسر قيود خوفك. أجل، اكسر قيود خوفك وأخبر سيرين ما بقلبك. سأفعل، سأفعل. اعذريني سيدتي، فأنا لست بمغنية، أردد الغناء لنفسي فقط. ما الذي جاء بك إلى هنا؟ كنت أريد أن أقول لك. أنت لا تستطيع أن تقول شيئا، فالتردد يلجم لسانك. ما قصتك أنت؟ لا أدري، لا أدري. ربما كان الذي تقولينه صحيح. أحمد، تعال اجلس. الرحمة يا مولاي، الرحمة. رحمك يا مولاي، رحمك. عفوك يا مولاي، عفوك. كنا يا جعفر يوم تولية أخي لهذه الخلافة؟ أين كنا؟ على جسر الرصافة يا مولاي. أتذكر ذلك اليوم جيدا يا أبا عصمة؟ أتذكره؟ الرحمة يا مولاي، الرحمة. لقد كنت عبدا مأمورا. من أمرك؟ من أمرك أن تبعدني عن الجسر حتى يتجاوزني جعفر بن الهادي، مع أنني كنت ولي أمره؟ ليس هذا فقط، لقد تجرأت ومررت قبلي، مررت قبلي يا قائد الجيش، يا قائد جيش بني العباس. من بنو العباس؟ أنت؟ هو من؟ أرجوك يا مولاي، الصفح والعفو يا مولاي. وتريد الآن الخروج على الدولة؟ من زاحمني على الجسر وتركني مكسورا حتى يعبر؟ لا بد أن يفكر في الخروج على الدولة. فضل. مولاي. فك قيده يا فضل، مثل أبي عصمة لا يقيد. سأكون سيفك المسلول في وجه أعدائك. ستكون سيفي المسلول.
هل من شاعر ببابنا؟ أجل يا مولاي. كلثوم بن عمرو العتابي. وبعد أن ماتت أمي لم يبقى لي أحد في هذه الدنيا، لذلك قررت أن آتي بغداد. يترك عمله ويأتي إلى هنا، وفي آخر النهار يقول لي ليس لدي مال أعطيك. وما شأنك أنت به؟ هيا اذهب، وإلا. وإلا ماذا أيتها الجميلة؟ مهان، إياك أن تقترب من سيري. غزال! غزال! ابتعد قبل أن أرضيك! اخرجوا من هنا، وإلا جعلت غزالا يخرجكم بالقوة. هيا! سأخرج أيتها الجميلة، ولكن لا خلاص لك مني، فأنا قدرك الذي لا مفر منه. يجب أن تنتشر دعوتنا في كل مكان من هذه الأقاليم شرقاً وغرباً. ولكن في ذلك خطر عليك يا مولاي. أعرف هذا يا حيدر، أعرف هذا، ولكن إن لم تزدد أتباعنا فسنكون في خطر أكبر. وإذا ما وصل خبرنا للرشيد؟ هذا أكثر ما أخشاه يا أبا علي، أن يصل خبرنا لهارون. لهذا علينا أن نتحرك بسرية تامة، ونتوخى الحذر في أقوالنا وأفعالنا، وقل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وامضوا على بركة الله. هذا مصير من يخرج على الدولة، كلما استيقظت الفتنة سأقطع رأسها. الدولة قوية ومنيعة يا مولاي، وهما ولداي الفضل وجعفر، جناحاك اللذان تطير بهما إلى أقاصي الأرض، سيبقيان مخلصين لك ولدولتك، وأنا سأبقى خادمك المطيع وطوع بنانك مولاي. أبتاه من تزكي، أخي الفضل أم جعفراً صديق عمري؟ ماذا تفعل يا مسرور؟ اشتقت إليك يا مهدية. لقد أتيتك إراد، ولكني أريد أن أعود إلى مخدعي، فقد تأتي السيدة خنساء لتفقدي. ما مهدية، مهدية، ما بك يا مهدية؟ أحبك. معاش؟
أشكرك يا موش. لا تقولي هذا يا ضياء. إني متعبة يا موش، متعبة. هوني عليك، ستصبحين أفضل، أفضل إن شاء الله. وما الذي ساقك إلى الحانة يا أحمد؟ ألا تعرف أن عليك اجتناب الشبهات؟ إياك أن تفعلها مرة أخرى. أنت هنا في بغداد لتعتاش وليس لتذهب إلى الحانات. فعلتها مرة أخرى فإني مضطر أن أقول لك اذهب وابحث لك عن مكان لتنام فيه. لماذا لا تغني؟ ذهب خالي يا إسحاق، فلم يعد لدي ما أتباهى به أمام الرشيد. غبية جميلة، وهل تعتقدين بأن الرشيد أحبك لخالك؟ أجل، أجل، هو قال لي ذلك. إن الرشيد يقول أحياناً أشياء لا يعنيها، وهو ليس من السذاجة بمكان ليحبك من أجل خالك. ابحثي، ابحثي عن طريقة أخرى تجعله أقل بعداً عنك يا امرأة. أجمل اللحظات بالنسبة للرشيد ليست اللحظات المتاحة، إنما اللحظات التي ينتزعها انتزاعاً. أتفهمين يا ابنتي؟ إنها تعاني كثيراً يا سيدتي. إذا لم تتحسن فعلينا أن نرسلها إلى سوق النخاسة كي تباع هناك. حكاية صالح أمي، أولادي يلهثون هنا وهناك ليمكنوا أمور الدولة، وهو يسألك عن الخراج ومتى يأتي؟ وإذا ما اختار أن يبعث أحداً لأمر جلل اختار الفضل أو جعفر لذلك. نعم، وإذا أراد أن يفتش عن أموال الدولة ويحرجك كان ذلك أمام الكارهين الشامتين. لن أسكت عن ذلك، وسوف أجعله يندم. أجل، سوف أجعله يندم.